يعني المعلومات اللي عندي أنا اللي حسب اليوم أعضاء البرلمان، ناس من النزاهة، ناس من القضاء العراقي، جمعت معلومات أن اليوم ملف نور زهير هو الملف الرئيسي بهذا الموضوع. هسه الاحتكاك بملف زهير اليوم، هل متورطين أعضاء في النزاهة من قبل مكتب حيدر حنون؟ هذا جانب وبدون اتهام. هذا طبعا أكو هيش كلام؟ ممكن. إيه ممكن أكو هيش، يعني هذا موجود. أعتقد القضاء سيأخذ إجراءات بهذا الموضوع. يعني هنالك عمليات الآن، عمليات تحقيقية لموظفين في النزاهة ما بعد حيدر حنون. أنا ما أتحدث لك فقط عن الرأس الكبير اليوم حيدر حنون رئيس النزاهة، لا، أنا أعتقد هنالك ملفات تخص أيضا مدراء في النزاهة لربما يختادون إلى القضاء العراقي، وبالتالي ستكشف هذه الأوراق. بعيد عن أنه عندي معلومات أن نور زهير لن يحضر. يعني جلسة قضائية. يعني الجهة ولا الكفلاء. الجهة اللي تحقق بالفساد من الممكن أن تكون متهمة بالفساد مع نور زهير. أكيد. أكيد. يعني نور زهير ما راح يحضر. يعني أسا إحنا مرة يعني يقال هل نور زهير أعطى للنزاهة أو لموظفين في النزاهة مبالغ معينة؟ لكن هنالك تحويلات في أرقام معينة موجودة الآن. زين. لدى القضاء العراقي، يعني هنالك تحويل مالي مثلاً. في دولة الإمارات أو تحويل مالي خارج العراق لشخص ما، وهذا الشخص يعمل في النزاهة لنفرض. زين. ما حكم القضاء العراقي أمامه اليوم؟ من أين لك هذا؟ إحنا ما عندنا هذا القانون، هي مشكلة طبعا. زين. مرة أخرى يتحدى القاضي يعني حنون حقيقة رئيس هيئة النزاهة أعضاء البرلمان العراقي، ويحتك بزعامات كبيرة اليوم في الحكومة العراقية لربما على طوال 20 سنة هم يحكمون بالعراق، زعامات لديها اليوم عقارات، لديها أموال، لديها أموال خارجية داخلية، وهذا أيضا لربما سبب اليوم أن تكون هنالك مشاكل كثيرة بفتح جميع الملفات.